ما في حدا هون. انا رح اموت. الله يخليكم ساعدوني، قلبي عم يعمل دم 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 بسرعه كثير. يا اخي ما تاخذني كرمال الله لانه وضعي خطير وحتى نفسي مقطوع، ساعدوني. خلص روحي شوفي، الظاهر وضعه خطير بلا ما يصير له شيء. يا رب احكي لي بشو عم تحس بالضبط. اسير، حاسس قلبي رح يوقف وما عم بقدر اتنفس، رح طق وراسي رح ينفجر الحقيني. تحمل تحمل كرم، انت هلا بالمستشفى، انا معك وما رح اتركك بنوب، لا تخاف. حاسس اني رح موت هلا، يمكن اليوم اخر ايامي. انا ماتت. كرم 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 قوم، ولا بصرخ فيك صوت وبنسيك اسمك. كرم ايه؟ عايش بعده؟ عايش والله كرم، طلع عايش. كرم تحمل اذا بتريد، قاوم ليك، لازم تتمسك بالحياة. ايه يلا قوم بسرعة، انت شاطر. ايه ليك، عنا هون في غرف عمليات، في تجبير وفي تصوير وتحليل وفي ابر كتير اذا بدك كمان. ابر مستحيل، مين جاب هالسيرة؟ انا ما بحب الابر، انا اصلا من وقت ما كنت صغير وانا عندي مشكلة مع كل انواع الابر. يوه لك لشو هالحكي هاد؟ ما بصير تخاف من شي، انت شاب واعي، لازم يشوفك الدكتور وهو بقرر شو يعمل. ايه والله يا اسيل انا بدي دكتور، بس دكتوري مانو اي دكتور يا اسيل، لانه دكتوري بيقدر يقتلني وبيقدر يداويني ويمكن يكون موتي على ايديه. انت عن شو عم تحكي هلا؟ عن جد ولا عم تمزح؟ اسيل انا قصدي بيسان هي الدكتور تبعي، يعني بس هي اللي ممكن تساعدني، كانت عطيتني مهله شهر واليوم خلص، وبعد يومين رح تقلي شو قررت، يا رح تعدمني او رح تكفي معي، يا رح تموتني يا رح تعيشني من جديد. انت مرضك هو الحب، والطب اصلا ما رح يقدر يساعدك. الله يجزيك.